ست ام حماده بتقول انها كانت عملت عمليتين في راسها، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويتم شفائك تاما كاملا لا يغادر سقما، وبعدين اللهم امين يا اجمعين. وبعدين بتقول انه زوجها ندر انه يذبح عجل لله تعالى، فوفى بهذا الندر لكن ما اطعمش كله لله، برغم ان هو ندره كله لله، وطلع جزء منه لبعض يعني الاصدقاء اللي هم مش اهل احتياج، يعني هو كان نذر انه كله هيخرج للفقراء. بالنسبه للوفاء بالنذر، كان يجب عليكم ان احنا نوفي بالنذر بالشروط بتاعته الشرعيه. طالما انا قلت يخرج كله لاطعام الفقراء لله، يبقى كان وجب كله لله. دايما بنقول حاجه هذكر بيها، ولكن أؤكد على أنه بما إن الصورة دي تمت على غير كده، يعني تلات أرباعه طلع لله وجزء التاني جاملنا بيه، ففي الحالة دي نخرج من الإشكالية دي بأن احنا الخروج من النذر أصلا بكفارة يمين، لأنه ما طلعوش كله كما أوجبوا على نفسه، فهنعمل كفارة يمين من باب أن احنا الاحتراز، لأن احنا لم نوفي بكل ما اشترطناه بانه كله هيخرج للفقراء للمحتاجين لاهل الله. طيب انا بعد كده لما اجي انذر، لو انا عايزه اخد جزء لاهل البيت لاصدقاء للمجاملات، هقول كل الذبيحه دي لله الا تلتها الا ربعها، استثني عشان ما نرجعش نقع في الايه الاشكاليه دي. فابراء للذمه يكفر عشان هو كفارة يمين، لأنه هو لم يوفي به وفاء تاما كاملا يا ست أم حمادة.